رب العالمين الله وفقنا، اشتغلنا شغل كبير بعد مباراة الظفرة، نسينا مباراة الظفرة، تفكيرنا في البقاء والحمد لله رب العالمين. اللاعبين كانوا على قد المستوى الحمد لله، وتمكنا الحمد لله من الفوز. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله قدرنا نحقق 3 نقاط اللي تعزز موقعنا احنا كنادي الصحم، ونحاول نكون في الاماكن الدافئة اكثر. فبتعرف مباراة صعبة بالنسبة لنا، ما في فريق سهل في الدوري، بتعرف خاصة اخر الجولات هاي في البطولة، فكلها مباريات كؤوس يعني، كل الفرق مهددة وكل الفرق مرشحة، فإن شاء الله بنأمل أن نقدم أفضل ما عندنا ونقدر نصل بالفريق.